انا اعرف بان انت عارف اللعبه كل الزين. طبعا اعرف هذا، عارف اللعبه كل الزين. اللعبه بانه هنالك ضغط على الحكومه العراقيه من قبل كردستان حتى يبقى الحاله على ما هو عليه وتبقى كردستان كردستانيه. طب ليش ما يطلع رئيس الحكومه يصارح الناس يقول لهم اخوان ترى اكو تواطؤ شعبي مجتمعي جزء من شعبنا في هذه القضيه، شو تقولون؟ شو تقولون؟ يعني انت ما شايف استاذ الاعلام الصهيونيه موجوده في كردستان؟ انت ما شفت بعينك؟ انت ما شفت ترحيب بالامريكان؟ وين 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 الاعلام الصهيونيه؟ الاسرائيليه ماكو؟ ما شفت بعينك؟ موجوده؟ لا ما موجوده، بس احنا رئيس شفناها. الاقليم استقبل هنا في بغداد استقبال الفاتحين. قصدي من عندها، هو جزء من عندي، لكن جاي اقول لك. اذا انت تعرف اكو اعلام اسرائيليه في اربيل. ليش انت ما تعرف؟ والقيادات. انت ما تعرف؟ لا والقيادات تستقبل زين الكريم. كردستان البارحة خادم من المقاومة مشابق ويس مشابق ويس وضحوا له الصورة قلت لك مشابق وياه. نعم هو جزء اذا هو جزء 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 من جزء من العراق والعراقيين، لكن هذه الميول موجودة موجود ان كان والا احنا ليش ما نقبل بالاحتلال في داخل كل العراق وكردستان؟ تقول لك انا تمام انا محترمة لهذا.